نزل لنا واحد SPX80 well done لو سمحت. جايب لكم لوداون من الايس مان ايزك يا كبير. لعب فيه هذا السنايبر صراحه. سنايبينج هلا بوارزون 2 شوي صعب يعني, عشان بدك فولو اب شوتس وبدك تشنص شوي, يكون واحد ما عنده بليد داتي عشان تضربه وان شوت يقع. المهم على اي حال, جعبالك تلعب بسنايبر قوي اي دي اس عالي, هاي اللود اوت من الايس مان منيحه, وجربتها برضه على البي سي على ماوس كيبورد, الوضع تشيلنج يا كبير. خلينا نخش ونشوفها. هلا ليزر اف اس اس اولي في ليزر, تقدرش شو اسمه تعدله على الاوبتيك, تقدر تحط اللي بدك اياه, بس هاي الريكومنديشن من الايزك يا كبير انه فورد ستاك دلتا 4 بدك تخش نزل الايم داون سايت سبيد ل 0.77 وتحط فار على الاخر على 75. بعدين بدك تخش على الستوك تحط البي في زد 890 تاك ستوك, والله اسم اطول شوي, وبدك تخش على التيونينج برضه تنزل ل 2.06 اونسز ايم داون سايت سبيد وتحطه على 0.08 بالنص, مايل شوي اكثر للام اي ديستابيليتي. بعدين بدك تخش على الشلاجر, الشلاجر هذا بدك تحطه على الريير جريب, شلاجر ماتش جريب, بدك تحطه على التيونينج اي داون سايز سبيد على اخر. بعدين بدك تحط 0.07 انشز, مايل اكثر للام اي ديستابيليتي. واخر اشي اللي هو امينيشن, بدك تحط 0.300 هاي فيلوسيتي راوند عشان تزيد المدى, على الدمج اللي تتركه هذا ما لعب فيه صراحه, تركه ما لقاه. يلا سلام, قولوا لي شو رايكم. هلا بورجيكم كم من كليب كيف نزلنا ناس فيه كلاتش باول ثانيه كبير. يلا سلام. Okay, right after this one. Now, Jordan. Do you see him up there? He's right there. Yeah, he's down. Went to a head. Oh. Hey, كمان في عم بيقص من عند ال شو اسمه الجازية. عروف